سمعوني؟ ايه اسمعك، شكرا. تقدر تبلش. اوكي. اليوم هذا membrane and receptor session 7. راح نبدأ بلكتشر واحد اسمها receptor effector signaling via G proteins. يعني راح نحكي عن G protein كمبل receptor تأثيرها. زين. learning objectives to understand how signaling molecules are recognized by cells to evoke appropriate cellular response. يعني يقول لك احنا راح نفتهم شنو هاي السيجنالينج، الاشاره راح تجي شلون راح تميزها الخليه، ها، وشلون راح تعطيني استجابه مناسبه لها. وبعد شنو نريد نفتهم؟ to understand 2.2 how activated G protein cover receptor initiate a linear sequence of signaling event involving G protein and enzyme or ion channel effector proteins. يعني هاي جي بروتين تسوي عدة عمليات لاينر او سيكونس، يعني عدة هذا، ف يعني امور تصير عمود يلا توصل للريسبونس. هاي راح نفتهمها شنو هي هاي العمليات اللي راح تسويها. زين، هسا اولا what is a signal transduction؟ signal transduction 3 stages of cell signaling. cells receiving signal go through three processes. يعني هاي الخلية اللي راح تستلم اللي راح تستلم إشارة تعبر أول شيء خلال 3 عمليات. أولا reception، أول شيء لازم تستقبل الخلية الإشارة. transduction يعني تحولها أو يعني تدخلها داخل الخلية وتسوي عليها بعض العمليات. والنوبل ريسبونس يعني هاي الإشارة شنو، مثلا غير نستجيب إلها شنو معناها هاي الإشارة، مثلا inhibition غير شي يعني، فيصير إلها response مثل ما وضح بالصورة. reception رقم واحد، النوب transduction يصير بها مجموعة من العمليات، النوب أخير شي response مثلا activation of cellular response. أي response يصير جاينا signal لازم أكو response. زين، 6 basic receptor types. أولا عندنا G protein coupled receptor اللي هو هذا راح يصير بيه عمليات وارتباطات. تايروسين كاينيز ريسبتر، جوانيلين سايكليز ريسبتر، اديشن ريسبتر، وهذا الجيتد ايون شانل اللي خذيناه بالسيشنات قبلها، شانل و جيت وما شنو تنفتح تنسد. ونيوكلير ريسبتر، نيوكلير هذا يدخل داخل نواة كلش اللي يعني لسه النووي دي ان اي وغيره. زين، هسه هاي الكتاب الصغير الجوي كلش يعني مو كلش مهمه، احنا المهم ان نعرف هذني 6 انواع. زين، هنا جي بروتين كابل ريسبتر، هذا فيديو راح شغل عليكم حتى نشوف شلون راح يشتغل جي بروتين كابل ريسبتر. يعني هسه خلينا نقول اجت سيجنال على شكل جي بروتين وش راح يصير داخل الخليه. جي بروتين ترتبط وي الفا وبيتا وجاما 2 برايمري سيجنال. شوف راح يصير هنا، راح ترتبط، شوف الجي دي بي راح ينفصل، راح يرتبط جي تي بي. شوف صار جي تي بي، هسه تم بس باوعه، هسه ارجع اعيده من جديد واشرح لكم الشرح. هاي عفوها، رجع خلنا اعيده بس. هنا اولا اول شي شوف راح يرتبط شنو عندنا، طلع هنا شنو صار، اجت السيجنال اللي هاي البنفسجية فوق، ارتبطت وين؟ ارتبطت بالخلية. من اجت السيجنال على الجي بروتين ايش راح يصير؟ اكو عندنا جي دي بي بالخليه واكو جي تي بي واكو الفا وبيتا وجاما، هذين 3 وحدات. الجي دي بي يطلع كان موجود بالالفا وبيتا وجاما، راح يطلع من عندها يجي يرتبط ويا جي تي بي مثل ما مكتوب بالكتابه الصغيره. هسه نشوف، راح نعيده. اجت ارتبطت، شوف هسه جي تي بي ارتبط ويا الالفا والبيتا والجاما.
ما راح يرتبط الجي تي بي ويطلع الجي دي بي، ايش راح يصير؟ راح النوبة الألفا والبيتا والجاما راح ينفصلن. شوف شو، شوف هسه من الحركة انفصلن، الألفا صارت بحد والبيتا والجاما صارن بحد. شوف عندنا هنا هذا الاي سي، الاي سي هذا شلون يعني داخل الخلية اصلا موجود، انزين هذا ايش راح يسوي؟ راح يرتبط ويا ويا الالفا. شوف هنا، شوف تحولت، اجت اجى الاي سي ارتبط ويا الالفا، ايش راح يعطيني هذا الاي سي؟ الاي سي والالفا راح يعطيني ناقل ثنائي يعني سكندري، سكندري يسمونه سايكليك اي ام بي، سي اي ام بي، راح يعطيني هذا النوع الجديد. شوف ويا الطاقة اي تي بي، طبعا طلع لنا سي اي ام بي. السي اي ام بي حلو، هو راح يدخل داخل الخلية وهو اللي راح يسوي لنا ريسبونس. اوكي احنا هسه هاي الشغل كله عمود يطلع لنا سي اي ام بي اللي هو سايكليك اي ام بي. هذا سايكليك اي ام بي هو اللي راح يسوي ريسبونس، راح يدخل داخل الخلية وبعدين يصير عندنا ريسبونس من الخلية. خلينا نشوف، شوف اجت ارتبطت حلو، صارت بحدها بي ال سي، هذا هم ناقل ثنائي. ها بس هاي هنا مرة ارتبط شنو طلع لنا؟ هنا طلع سايكلك اي ام بي هاي، ومرة يرتبط مو ويا الاي سي، يرتبط ويا البي ال سي اللي هو هذا حاله حال الاي سي نفس قبل شويه، بس احنا نريد ريسبونس ثاني. مثلا خلينا نفترض انه الاي سي يسوي انهبيشن والثاني ذاك يسوي عكس تحفيز البي ال سي، فاذا اريد انهبيشن ممكن ترتبط ويا الاي سي حتى يعطيني انهبيشن، واذا اريد لا بالعكس تحفيز اريد راح اخليها ترتبط ويا من ويا البي ال سي. تمام زين، بي ال سي راح يعطينا ناقل ثاني اللي هو يا هو اي بي 3 نفس السي اي ام بي من هناك، هنا راح يطلع لنا ناقل ثاني اسمه اي بي 3 اللي هو هذا الاي بي 3 راح يروح بعدين للخلية ويسوي ريسبونس. واضح لو مو واضح هذا الحكي؟ واضح، شكرا. بس هسه هذين الخطوات كلهن يعني نحفظهن؟ هو يعني مو شغلة تحفظ، هو فهم يعني هذا الفيديو كلش واضح راح ينعاد هواي. اوكي، شكرا. هاي إعادة الفيديو، طلع عندنا اي بي 3 اللي هو راح يسوي بعدين يعني هذا ريسبونس للخلية. زين، جي بروتين كابل ريسبتور، دي ار اكثر من 700 نوع معروف يعني الانسان مكتشفين in the human genome، اكثر من 2% of identified genes يعني هاي الجينات المعروفة اكثر من 2%. all جي بي سي ارز share common basic structure، كلهن عندن يعني شو اسمه common basic structure معروفة اللي هي شنو؟ single polypeptide chain، هاي تركيبها متكونة من single polypeptide chains 300 إلى 1200 أمينو أسيد، سبعة trans membrane spanning regions extra cellular، فوق عندنا N، فوق في الخارج عندنا N، شوفوا الصورة فوق N بالخارج وبالداخل جوا عندنا C، هذا intracellular C terminal و extracellular N terminal، هذا اللي بعد يعني حفظ. زين، جي بروتين كابل ريسبتور currently 40% of all available prescription drugs exert their therapeutic effect directly at as agonist or antagonist or indirectly as GPCR. هسه احنا هذا جي بروتين كابل ريسبتور شنو فائدتنا اذا عرفناه؟ يعني اذا عرفنا هو شو راح ينتقل وراح يسوي اشاره بالخليه وهاي السوالف، شنو الفائده؟ فائده من هذا كله احنا اليوم العلاجات اللي نعطيها للانسان لو اجونست يعني نحفز على شيء، لو انتاغونست حتى نوقفه اتحدى هذا الشيء، هاي اذا نريد نستخدمه بشكل مباشر.
إذا نريد علاج بشكل غير مباشر نروح على الجي بروتين كابل ريسبتر. يعني هسه الفائدة من هذا إن هذا الجي بروتين كابل ريسبتر فائدة من عنده يفيدنا بالعلاجات. شلون راح يفيدنا بالعلاجات؟ مثال عليهم، أنتي أزمة، يعني مضاد للأزمة، بي 2 أدرين ريسبتر أجونست، وهذا نوع من العلاجات يروح على الجي بروتين كابل ريسبتر السالبوتامول، زين يروح على الجي بروتين كابل ريسبتر وما يحفزه، يسوي له انهيبيشن فيوقفه هيك. او مثلا مرات لا، المخدر انالجيزي، هذا رينج اوبويد ريسبتر اجونست، هو المورفين. المورفين هذا الجي بروتين كابل ريسبتر هم كذلك يروح عليه وراح يسوي عنده تخدير مثلا يا منطقة فيخدرها. زين مثلا كارديو فاسكولار، اذا مثلا عندنا هايبرتنشن، بروبانول واتينول، اتينولول هذني اثنينات المهمات اذا واحد عنده هايبرتنشن. هاي انواع علاجات هذني مثلا نيورولوجيك مثلا، هذني كل علاجات في يعني شغلتين يشتغلن على الجي بروتين كابل ريسبتورز. يعني الفائدة من هذا كله جي بروتين انه يفيدنا بالعلاجات. اجونست باوند ريسبتر، هنا انا اشوف يعني اذا ارتبط نفس الشيء، هاي الصوره شوف الفا وبيتا مرتبطه، جي دي بي موجود، راح يطلع الجي دي بي يصير جي تي بي بمكانه، والفا تنفصل عن البيتا والجاما راح يبقى وياها جي تي بي. نانا بالصوره نفس ما تشوفون، بالاخير السهم جوا، زين نفس ما بالفيديو استوهم موضحين كلش واضحه يعني. زين اجونست بايند ريسبتر ترتبط الاجونست على شغله العلاجات شلون تشتغل. بروتين بروتين انتراكشن، ريليس جي تي بي، باينس جي تي بي، يعني راح تبدل الجي تي بي يطلع والجي تي بي راح يرتبط. الفا اللي بيها الفا وبيها جي تي بي والبيتا وجاما بحثين، اذا ايش بيها راح ينفصلن نفس ما بالفيديو. ريليس ان انتراكت وذ اذر افكتر، راح ترتبط ويا مؤثر ثاني اللي هو الاي سي، او مثل ما اخذنا مساع المؤثر الثاني. زين جي تي بي هايدروليزد تو جي دي بي، ها بعدين من تخلص العملية ها يصير بي هايدروليزيشن ويتحول من جي تي بي يرجع الى جي دي بي. والالفا والبيها جي دي بي ايش راح ترجع؟ ترجع ترتبط وين؟ البيتا والجاما، يعني رجع نفس ما كان بس تخلص العملية. بس هذا بي يعني حكي مفهوم؟ صرت عيد؟ ها؟ صرت عيد شوي؟ ايه عادي. يقول لك اذا ارتبط الاجونست او الاشاره مثل ما شفنا بالفيديو، زين احنا عندنا هو هذا مكون، يعني هذا ستراكتشر كامل اللي هو جي دي بي مرتبط يا الفا، مرتبطين فيناتهم والبيتا والجاما، هذا موجود بشكل طبيعي. اجانا مثلا سيجنال اوكي عن طريق الجي بروتين كابل ريسبتر، هي هاي العملية ايش راح يصير بيه؟ راح يطب لهن هذا السيجنال، من يطب يتفاعل ويا من؟ يتفاعل ويا الالفا. زين الالفا ايش راح يصير بيها؟ الجي دي بي راح يطلع من عندها، راح يرتبط وياها جي تي بي، هذا داخل الخلية. من يرتبط وياها جي تي بي راح تنفصل عن البيتا والجاما، راح تنفصل عنهم. النوبل الفا ويا الجي تي بي راح تروح ترتبط ويا ما راح ترتبط ويا افكتر ثاني، ويا مؤثر ثاني. مثلا راح ترتبط ويا المؤثر اللي اسمه اي سي اللي خذيناه بالصورة بالفيديو، هذا من ترتبط ويا الاي سي، هاي الالفا والجي تي بي ترتبط ويا الاي سي، راح تطلع لنا سكند ماسنجر اللي هو سايكليك اي ام بي، هاي بعدين سايكليك اي ام بي يروح داخل الخلية ويعطينا سيجنال، او العفو يعطينا ريسبونس. زين خلصت هاي العملية شنو راح يصير؟ راح يرجع نفس ما كانت، بعد يرجع البيتا والجاما، اول شيء تطلع الالفا يطلع من عندها جي دي بي يتحول يصير جي تي بي يرجع لطبيعته، والنوبة يرجع النوبة البيتا والجاما راح يرجع يرتبطن ويا الالفا، يرجع المكون نفس ما كان على طبيعته. هذا الحكي هذا كله. اه
والله شكرا جزيلا. عفوا. زين، جي بروتينز كان بي ثوت اوف از اون اند اوف، يعني لو تشتغل لو ما تشتغل، يعني تشتغل وتطفي. The switch and timers. The on switch is receptor facilitated. GGB يتحول إلى GTP. يعني شوف، هو بي on وبي off. يمتى يصير on يمتى يصير off. يصير on من يتحول ال GDB. الصورة اتغيرت عندكم ولا لا؟ لا، السلايد الورا ما ليش؟ طلع السلايد الورا، لا أعلم، ما أدري إذا البقية ما هيش. زين لحظة. هسه تمام هيك. جي بروتينز بها خاصية يسمونها اون و اوف، يعني تشغيل واطفاء. يعني تصير تشغيل اكيد مين يرتبط بها السيجنال، يرتبط ويا الالفا والبيتا، وهاي راح تصير اون. زين، احنا شلون نعرفها اون؟ من الجي دي بي يتحول الى جي تي بي، يتحول صارت اون. وتمام، اكستشينج راح يتغير. زين، اند ذا تايمر اوف يمتى تصير اوف؟ از governed باي ذا لينث اوف تايم تيكينج فور جي تي بي هايدروليسيس. يمتى تصير اوف؟ تصير اوف من يرجع لطبيعته، من يرجع لطبيعته الجي تي بي يتحول الى جي دي بي. العفو، الاون يمتى الاون تصير مكتوبه هاي بالاحمر، جي دي بي راح يتحول الى جي تي بي. هو المشكلة هنا انتم بس جاي تسمعون صوتي، يعني لا اقدر اشر لكم، لا اقدر اسوي لكم شيء، يعني تصير هوسة عليكم. تصير اون يمتى؟ واضح نفس ما اخذينا بالفيديو يعني، او استوى شرحته. تجي سيجنال راح ترتبط ويا هذا الالفا والبيتا والجاما. الالفا اصلا موجودة بيها جي دي بي، حلو، راح تصير سيجنال انها ارتبطت، يعني راح يتحول الجي بروتين كابل ريسبتر الى وضعيه اون تشغيل. يمتى هاي يصير الاون؟ من يطلع الجي دي بي يطلع يصير جي تي بي، يرتبط ويا الالفا. بعد هالنوب شو راح يصير؟ راح يصير النوبه عمليه وخليه وهاي السوالف، ويكمل بعد هالنوبه تصير عمليه الاوف. الاوف من يرجع كل شيء طبيعته للاخير، يعني هذا الجي دي بي يرجع على جي تي بي، وها هي يعني كل شيء يرجع على طبيعته. ايه مو واضحة، عيده. لا أعتقد واضحة يعني، بس ما أدري إذا هم فهموا ولا لا. يعني هسه لو اكفت سبورة لو شيء لو اقدر اشر، عشان اشرت بس مشكلة. انتم الشباب من البنات بقية فهموا ولا لا؟ بس خلنا نشوف هنا، لحظة خلنا اعرضها هنا. ايه هسه هنا يبدأ تصير عملية الاون. الاون من جي ها دي بي تصير هاي، تتحول الى جي تي بي، هاي اون. اوكي، هاي اون. والاوف يبدأ تصير بالعكس، هاي جي تي في
ترجع طبيعتها، ترجع إلى جي دي بي، هاي أوف. أوكي هسه واضحة ولا لا؟ واضحة، شكرا. أوكي زين. جي بروتين دايفرسيتي يعني التنوعات، ها جي بروتين دايفرسيتي، the human genome encodes 20 جي ألفا، أوكي 5 جي بيتا و12 جي جاما بروتينز. يعني الإنسان يكون 20 ألفا وخمسة جاما و12 هذا، العفو 5 بيتا و12 جاما. يعني هاي المرتبطات ذن الثلاثة هذا الستركتشر، هذا الإنسان هالقد يكون هاي عدد. زين therefore there are أكثر من ألف possible جي ألفا بي واي. يعني شنو؟ يعني يقول لك هسه هذا اللي ممكن هن هذا الألفا 20 والبيتا 5 و12 جاما، بس يقول لك أكثر من ألف ارتباط يصير بين الألفا والبيتا والجاما بالبروتين. يعني هذا أكثر من ألف ارتباط هذا بروتيني يصير عند الإنسان. What governs the receptor G protein selection? Activated GPCRs preferentially interact with the specific types of G protein. The G alpha subunit is a primary determinant. يعني شنو هذا كله؟ يقول لك هذا activated لازم ال G protein للأخير. يقول لك هذا G protein لازم يرتبط أو يجي له signal يلا يصير بي activation. Okay. هذا المكون الثلاثي اللي هو الألفا والبيتا والجاما ما يتحرك أو ما يصير بي يعني activation إلا يصير إلا تجي له signal يلا يصير بي activation. أوكي internal جي ألفا subunits and جي بيتا وجاما subunits interact with specific effector proteins. طبعا بعدين هسه هاي صار جي ألفا بوحده، جي ألفا من يصير بوحده يعني شنو؟ يعني صارت اكتيفيشن انفصلت عن البيتا والجاما. الالفا من تنفصل عن البيتا والجاما راح ترتبط ويا افكتر ثاني مثل ما قلنا مساء اي سي، وراح ترتبط وياه وراح يعطونا سكند مسنجر، وتنوبه السكند مسنجر هو اللي يكمل العمليه. In this way an extracellular signal working via a specific protein a specific جي بي سي ار will activate a single or small sub population of G protein and effectors in the cell to bring about specific cellular response. هذا نفس الحكي جاي نحكي، يقول لك ال extracellular signal يعني إشارة خارجية. يعني هو جاي يقول لك للأخير إنه إذا أكو إشارة خارجية راح ترتبط بجي بروتين قبل ريسبتر، راح يصير بي activation، وهذا activation يحتاج بعدين من يصير بي activation يحتاج لشنو؟ effector ثاني اللي هو يرتبط ويا الألفا من تنفصل عن البيتا والجاما، راح تنفصل عنهم وراح ترتبط الالفا النوبه ويا الافكتر الثاني، الافكتر الثاني ويا الالفا راح يطلعون لنا سكند مسنجر، هو هذا السكند مسنجر بعدين راح يعطينا ريسبونس، راح يوصل يدخل داخل الخليه ويصير عندنا ريسبونس. هذا اللي جاي يحكي كله بالاصفر، اعاده نفس الشيء يعني نفس الحكي. زين جي بي سي ار جي بروتين كابل ريسبتر، شوفوا هذا هو موجود اللي هو هذا هنا أنا. هذا الجي بروتين كابل ريسبتر زين الفا وبيتا اثنيناتهم، هذا هسه هذا اكتيفيشن لو اكتيفيتد لو يعني اون لو اوف، هذا هسه هاي حاله هذا اون ضيعته اون. ليش؟ لان الفا والجي تي بي ومنفصلات عن البيتا والجاما منفصله بالضبط لان منفصله عنهن، فهذا اون حاليا اكتيفيتد. زين هسه ايش عندنا احنا هنا أنا. شوف وهذا بعدين هذا شوفوا هذا حاط لك هنا افكتر، افكتر هاي راح تيجي الالفا بحدها نعم هاي الالفا بحدها راح ترتبط ويا الافكتر ويطلنا سكند مسنجر، سكند مسنجر يطلنا هيك شيء يصير انه بشغل داخل الخليه. تمام زين نيجي هسه هنا مثلا عندنا ادرينالين،
الأدرينالين جي بيتا جاما، هاي شو راح يسوي؟ راح يطلع لنا أدرينالين سايكليز، السكند مسنجر. من يرتبط الأدرينالين ويا الجي بي سي آر راح يعطينا السكند مسنجر أدرينالين سايكليز. يعني هسه مثلا هذا هنا، خليني أعيد لكم شوي. هذا اجي الالفا والجي تي بي ارتبط ويا الافكتر داخل الخليه، حلو. خلينا نقول الافكتر اللي هو اي سي، اوكي. ارتبطن اثنينهن، ايش راح يطلع لنا اذن اثنينهن؟ ايش راح يطن؟ راح يطن سايكليك اي ام بي، وتمام يطن سايكليك اي ام بي. هذا نوع من السكند ماسنجر، سايكليك اي ام بي نوع. اذا ارتبط بها فد اشاره معينه. اذا يجي الادرينالين او نور ادرينالين، عفوا نور ادرينالين يرتبط، راح يطلع لنا هذا، اوكي. راح يرتبط ويا افكتر ثاني، شو يطلعون؟ يطلعون هذا، يطلعون ادرينالين سايكليز. وكان ذاك يطلع سايكليك اي ام بي، هسه اذن النور ادرينالين يطلع ادرينالين سايكليز. هسه واضحه ولا لا؟ واضحة واضحة. الادرينالين في طلع بعدين سكند ماسنجر، طلع ادرينالين سايكليز، بس شنو؟ سالب، يعني انهبيتر. ادرينالين نور ادرينالين اذا يمتها يمتى يصير انهبيتر؟ اذا ارتبط ويا الفا 2، هنا يرتبط نور ادرينالين ويا بيتا ادرين ريسبتورز. لا، هنا الفا 2 ادرين ريسبتور يصير سالب. زين، ادرينالين او نور ادرينالين ويا الفا 1 يصير هذا موجب، يعني محفز، ويطلع لنا هذا فوسفو لايبيس سي، السكند ماسنجر. اذا اللايت الضوء وين يعني لازم يطيح او حتى يصير عندنا سيجنال؟ هذا يطيح على الرتنة مالت العين، الرتنة مالت العين. زين، من راح يطيح بيها؟ هو الريسبتر بالرتنة يسمونه رودوبسين. فهنا الضوء من يسقط على العين على الرودوبسين راح يعطينا سايكليك جي ام بي، مو اي ام بي، اوكي. سايكليك جي ام بي، حتى الواحد يظل يشوف انه من يطيح عليه الضوء راح يرتبط عنده، راح يطيح الضوء على الرودوبسين ويتولد عند الرؤية، يعني يظل يشوف الضوء. او اكيد بالظلمة ما يشوف، يشوف الضوء هيك. زين، disease associated with signal transduction. ها هسه هنا نجي جي بروتين كفر ريسبتر، شنو امراضه؟ زين، الميوتيشن تو جي بروتين كفر ريسبتر يعني تصير طفرات، تصير طفرات بي. جينيتيك تشينجز تو جي بي سي ارز ريزولت لوس اوف فانكشن، اكيد لوس اوف فانكشن اور جين اوف فانكشن. يعني شنو؟ يعني لو تخسر الوظيفه كلش، لو الوظيفه نفسها تظل تصير هواي هواي، يزيد يزيد، فيعني يصير اوفر، يعني زيد عن حدها. اول نوع من الانواع ريتينايتس بيجمنتوزا. ريتينايتس احنا شنو قلنا؟ قلنا هذا الضوء يسقط على اليمن، يسقط على الرودوبسين، اوكي. هنا اذا ريتينايتس بيجمنتوزا يعني شنو؟ التهاب الرتينة، تمام. زين، can be caused by loss of function due to mutation to rhodopsin. شوف هنا الرودوبسين صار بي ميوتيشن، اللي هو يستقبل الضوء صار بي ميوتيشن، فهنا يسوي لنا عندنا التهاب بالريتنا، ريتينايتس. زين، نيفروجينيك دايابيتس انسيبيتوس، هذا يسمونه السكر الكاذب. ليش سكر الكاذب؟ هو انسان ما عنده سكر بس يتبول هواي، تمام. اذا شنو عنده مشكله؟ المشكله بالنيفرونز بالكليه. زين، نيفروجينيك دايابيتس انسيبيتوس can be caused by loss of function mutation to V2 vasopressin receptor. vasopressin هذا مستقبل موجود وين؟ بالكليات. زين، هذا اذا صار بي ميوتيشن هذا راح يصير عندنا، راح الانسان يظل يعني يتبول بكثره، فهو السكري، الانسان اللي عنده سكري هو يتبول اصلا هواي، بس من يجون يفحصونه هو ما عنده سكر، فيسمونه السكر الكاذب اذا خلل بالكليات هذا. زين، فاميليال ميل بريسيجوس بيوبرتي is caused of gain of function mutation due to هذا LH receptor. هاي
هاي الأدنسة، هاي الدورة تجين إنه هاي السوالف. ففترة الخصوبة تصير يعني مو خصبة المرأة، بسبب إنه شنو؟ بسبب إنه عندها ميوتيشن بال LH receptors، اللي هو LH هذا مهم للدورة وهاي السوالف، بس بي ميوتيشن. زين interfering with G protein function tail of two toxins cholera toxin أو هذا بيرتوسيس توكسين. Both toxins work in a similar way. أسأل العقاقير السموم اثنيناتهم يشتغل بوظيفة نفس الوظيفة. زين the toxin complex binds to the cell and enzyme is injected into the cell. هذا السم راح يدخل وين؟ يرتبط بالخلية، وبالتالي انزيم راح ينفرز داخل الخلية. بيرتوسيس توكسين contains enzyme يسمونه ADP ريبوزيل ترانسفيريز اكتيفيتي which is specially which is هذا specifically modifies GI type protein يعني البس الجي، بس الجي يعني مو جي اي تايب بروتين. هذا شو راح يسوي؟ اكو جي اي خلينا نعيده. بيرتوسيس توكسين، هذا بيرتوسيس سم يرتبط داخل الخلية، اكو نوع من الجي بروتينز يسمونه جي اي، هذا ايش راح يسوي بيه؟ راح يسوي بيه موديفيكيشن، راح يسوي له تعديل. السم راح يسوي تعديل للجي اي تايب بروتين، راح شو يسوي؟ انكابلينج ريسبتور. يعني ايش راح يصير؟ هو مو مرتبطات الالفا والبيتا والجاما، البرتوسيس من راح ترتبط به راح يسوي له انكابلينج، راح تفصلها وتعوف المفصولات يعني ما يرجعان. عرفت شلون؟ يعني الخلية تظل تشتغل 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 وما توقف يعني، فما راح يرجعان ينفصلان وما راح يرتاحان. هذا نوع من السموم. او النوع الثاني اللي هو الكوليرا، ايش راح يصير؟ الكوليرا بالعكس بيها ترانسفيريز انزايم اكتيفيتي which specifically modifies GS type protein in this case leading to irreversible activation. ها الكوليرا بالعكس، احنا خلينا نعتبر هسه الاي جي اي على رمز الاي انه عمليات بالبدايه والجي اس عمليات بالنهايه، فالبيرتوسز راح تشتغل على الجي اي يعني راح تشتغل بالبدايه راح تخليهن ينفصلن وبعد ما يشتغلن وبعد ما يوقفن شغل. اوكي زين الكوليرا راح تشتغل على الاخير مو راح يرجعن يرتبطن، تشتغل الالفا والبيتا والجاما يشتغلن ينفصلن بعدين يرجعن يرتبطن، الكوليرا تخليهن مرتبطات وبعد ما ينفصلن ابد. هيك هذا الفرق بيناتي. هسه هاي واضحة؟ أستطيع بصورة سريعة؟ شكرا. بيرتوسيس توكسين كونتين بيرتوسيس نوعين. اوكي ما يخالف راح اعيده. اكو نوعين من السموم، اكو واحد اسمه بيرتوسيس واكو واحد مال الكوليرا، الكوليرا اللي هاي تصيب الانسان. زين شنو الفرق بيناتي؟ بيرتوسيس راح تجي للجي اي، الجي اي خلينا نقول هن ذن الثلاثة الالفا والبيتا والجاما بالبداية قبل لا يتفعلن، هذا رمز الاي. زين يعني معنى الاي. زين اجت البرتوسيس ايش سوت؟ شغلتها انه تفصلهن وتعوف المفصولات، انه مو صحيح انه لازم ينفصلن على مود يصير بين اكتيفيشن وهاي السوالف، بس من يخلص شغلهن لازم يرجعن يرتبطن. البرتوسيس لا تخليه المفصولات دائما ما راح يرجعن يرتبطن، فهنا أنا مشكلة لأن ما يصير لنا يظلن مثلا مفصولات لازم يرجعن يرتبطن، صار هنا توكسيز صار سم. زين عندنا الكوليرا، الكوليرا شنو فرقها عن البرتوسيس؟ الكوليرا بالجي اس تشتغل، الجي اس شنو يعني؟ احنا مو عندنا قلنا الجي اي يعني بالبداية قبل الاكتيفيشن، الجي اس ورا ما اشتغلن اذن الثلاثة الفا بيتا وجاما راح يجن يشتغلن ينفصلن كملن شغلتهن راح يرجعن يرتبطن، تجي الكوليرا تخليهن مرتبطات دائما ما ينفصلن بعد، وانا هم صارت عندها مشكله ليش ما اكو سيجنالز نريد احنا نسوي اكتيفيشن وهاي سوالف وريسبونس. زين ما يصير يظلن مرتبطات دائما لازم ينفصلن يتحركن، فالكوليرا تخليهن دائما مرتبطات. بس واضحه؟ شكرا جزيلا كلش واضح. اوكي زين
هاي هي العمليات. شوف هسه هنا كوليرا جاي تقول لك شوف، اولا الفصلين اجين اشتغلن كملن، البرتوسس راح تسوي؟ راح تخليهم دائما مفصولات. شوفي رقم أربعة ما راح يرجع يرتبطه. زين من نجي نكمل، اذا مثلا ماكو برتوسس عمليه طبيعيه، رجعن ارتبطن سوا، اجت الكوليرا خلتهم مرتبطات وبعد ما كمل يعني وقف شغلهم. فهذا المخطط الواضح، يا يعني اما كوليرا وتخليهم مرتبطات دائما، يا اما قبلها برتوسس وتخليهم مفصولات دائما. اوكي واضح المخطط؟ أي واضح، شكرا. زين هسه ناخذ المحاضرة ثاني، ناخذها لو ترتاحون شوي، بس هي مو طويلة. ناخذ استراحة 5 أو 10 دقائق. ماشي. عم تطلع استلي. ها؟ لا ماكو شي، بس قلت أرد أراجعها وعمود أشوف إذا أكو شي ما فهمته وأطلع أسئلة. ماشي.
الو، الو، ألو، موجودين موجودين. ها اوكي كمل. إيه أكيد، شكرا لك. لا العفو. زين، نبدأ بالمحاضرة الثانية. Effector هذا mechanisms and intracellular signaling. اوكي، هسه نوب شنو خذينا شلون راح شلون يصير جي بروتين كابل ريسبتر وهاي السوالف. كنا شنو نقول؟ نقول راح يعطي سكند مسنجر سايكليك اي ام بي. هسه راح ناخذ السايكليك اي ام بي، ايش راح يسوي لنا؟ Learning objectives to understand how activation or inhibition of effector protein can generate specific cellular response. يعني هذا البروتين الافكتور بروتين اللي ارتبط وياه جي بروتين كمبوت ريسبتر شلون راح يسوي لنا ريسبونس من بعدين يسوي لنا سكند مسنجر. زين، to highlight the importance of second messenger اللي هو سي اي ام بي مهم، والاي بي 3 ذني مهمات. And these signaling pathways, okay, to provide يعني هاي أهمية السكند مسنجر. To provide some clinically relevant example of signaling pathway in action. ها هسه نريد نشوف همينة عمليا شلون راح يفيد لنا هاي الأمثلة، شلون إنه راح نستفاد من السكند مسنجر. Cellular targets for activated receptors. Receptors يعني هذا التارجت الهدف مال السيل شو اسمه سيلولر هدفهم. زين، سيل ريسبتور اكتيفيشن كان ليد تو جنريشن اوف سيجنال. اوكي، ريسبتور من تفعل ممكن يولد لنا هذا اشاره دايركتلي مباشره. اكزامبل ليجاند جيتد ايون شانل، هذا بشكل مباشر بالليجاند جيتد مثل ما اخذيناه بالمحاضرات قبلها. زين، مثلا بالستيرويد بالثايرويد هرمون. زين، receptors where the activated receptor migrates to directly interact with DNA. يعني إذا directly بشكل مباشر قبل راح تتفاعل ويا DNA أو تسوي promotion أو تسوي inhibition transcription in the nucleus. ونوبة بعدين يصير عندها يعني ترجمة، مو ترجمة يعني هذا تعديل أو قراءة بالنيوكليوس بالنواة، مو النواة، النوية. زين، or receptors and effectors functions are often fulfilled by distinct proteins. أو مرات لا، بعض البروتينات إنه تكون كافية حتى تسوي لنا signals، يعني ما يحتاج لنا مثلا ion gated channels وما أعرف شنو. بعض البروتينات ممكن توصل رسالة. زين، with the activated receptor directly or indirectly، هذا الريسبتور المتفعل activated بشكل مباشر أو غير مباشر interacting with a separate effector molecule. زين، هذا راح يتفاعل ديام هذا الحكي كله. هذا هسه مو مهم صراحة هذا السلايد والقبله، بس المهم احنا لازم نشرح interacting with a separate effector molecule those tyrosine kinase linked receptors. يعني مثلا يقول لك هذا activated، يعني مثلا جي بروتين من يصير activated ها راح يصير شنو بيه؟ راح يصير يتفاعل وياه من وين؟ effector اكيد اللي هو مثلا الاي سي، راح يولد لنا سي اي ام بي. زين، مثلا يقول لك tyrosine kinase linked receptor auto phosphorylation يصير به، can interact with enzyme. إذا صار به auto phosphorylation ممكن يتفاعل ويا enzyme مثلا هو phospholipase C at the interface of the plasma membrane. مثل ما قلت هذا الحكي يعني مو كلش مهم، بس هذا الشر يعني لازم اشرحه شوي ما نعرفه. زين، second messenger generating effectors for G protein كابل ريسبتر. ها هسه نجي للسكند مسنجر.
شلون راح يصير؟ مثلا عندنا ادرينالين سايكليز، it is an integral plasma membrane protein. هذا بروتين داخلي that can be either activated via GS، يعني GS يعني يمت جي بروتين كابل ريسبتر، انتهت الاكتيفيشن مالته، اوكي يعني خلص شغله، or inhibited via GI. GI يعني شنو؟ يعني جي بروتين كابل ريسبتر راح يصير بي اكتيفيشن، اوكي حكي. فهذا الادرينالي سايكليز يتفعل يمتى؟ بالجي اس، فترة الجي اس، ويصير بي انهبيشن يمتى؟ فترة الجي اي باي اكتيفيشن اوف ديفرنت ريسبتورز. هاي السؤال، يعني يتفعل يصير بي اكتيفيشن اور انهبيشن باي اكتيفيشن اوف ديفرنت ريسبتورز، عن طريق يعني تفعيل عدة ريسبتورات. This enzyme hydrolysis cellular ATP to generate cyclic AMP. يعني هذا شو يسوي؟ يحلل الـ ATP الموجود بالألفا حتى يفعل لنا CAMP أو cyclic AMP. cyclic AMP شنو راح يصير بيه؟ شو راح يسوي هذا cyclic AMP من يتفعل الـ second messenger؟ interact with a specific protein kinase اللي هو بروتين كاينيز. ايش اسمه هذا؟ راح يتفاعل ويا نوع من بروتين كاينيز معين. سايكل كي ام بي اسمه سايكل كي ام بي ديبندنت بروتين كاينيز، او بالاختصار راح يتفاعل ويا بي كي اي. اوكي سايكل كي ام بي راح يتفاعل ويا بروتين اسمه بي كي اي، which in turn phosphorylates a variety of other proteins. هسه النوب هذا من يتفاعل ويا البي كي اي راح يسوي فوسفوريليشن البروتينات الثانيه داخل الخليه، حتى النوب يصير عندنا افكت، حتى يصير عندنا ريسبونس. اوكي واضح ولا لا؟ اي واضح، شكرا لك. نجهز جي اس شو تسوي؟ تفعل ادرينالين سايكليز، والجي اي تسوي سالب يعني تسوي انهبيشن. زين شو يسوي الادرينالين سايكليز؟ يحول الاي تي بي الى سايكليك اي ام بي، وسايكليك اي ام بي راح يرتبط ويا البي كي اي، ومنه بعدين من يرتبط ويا البي كي اي راح تستمر عمليه، يصير فوسفوريليشن داخل الخليه لبعض البروتينات، وبعدين تتكمل يصير ريسبونس. زين in this way receptors which activate adenylate cyclase and increase cellular cyclic AMP levels can cause increase. شو سوي لنا؟ يعني هاي الريسبتورات اللي تفعل الادينالين سايكليز، هو هذا منين يجي هسه سايكليك اي ام بي؟ يجي من الادينالين سايكليز. هسه جاي يقول هو الريسبتورات اللي تفعل ادينالين سايكليز حتى النوب ادينالين سايكليز يعطينا سايكليك اي ام بي، هذني شو راح يسوون؟ راح يزيدون جلوكونيوجينيسيس، عفوا جلايكوجينيلايسيس زايده، اند جلوكونيوجينيسيس هم زايده ان ذا ليفر، بالليفر. هسه هاي فايده السايكليك اي ام بي، اوكي يسوي لنا جلايكوجينيلايسيس اند جلوكونيوجينيسيس ان ذا ليفر، انكريز لايبوليسيس ان اديبوز تيشو، relaxation of a variety of types of smooth muscle and positive inotropic and chronotropic effects in the heart. هسه inotropic chronotropic هسه راح ناخذه. هسه واضح شو يسوي السايكليك ام بي؟ هاي الامور هو جاي يسويها. زين نجي الى سكند مسنجر ثاني اللي هو فوسفولايبيز سي. زين phospholipase C is the effector enzyme. Effector enzyme cause hydrolysis of minor plasma membrane phospholipid. هاي اكو phospholipid بالبلازما membrane صغيرة، هذه يسوي لها hydrolysis، يسوي لها تحليل، هذا phospholipase C. ايش راح يصير به النوب؟ راح يعطينا مادة ثانية او مركب ثاني اسمه فوسفاتيديل انوسيتول
4-5 بس فوسفيت. اس اسمه كلش طويل، انتم حفظوا بي اي بي 2. اوكي. تو جنريت سكند ماسنجرز، هذا كله احنا الفوسفولايبيز سي راح يعطيني شنو بالهايدروليسيس بالعمليه التحليل، راح يعطينا بي اي بي 2. هذا البي اي بي 2 شنو نستفاد منه؟ حتى يعطينا سكند ماسنجر. اوكي، احنا الفائده من عنده ناخذ من عنده سكند ماسنجر. يعني البي اي بي 2 حال الادرينالين سايكليز، يعني الادرينالين سايكليز راح يعطينا سكند ماسنجر اللي هو سايكليك اي ام بي. هنا البي اي بي 2 اجى من الفوسفولايبيز سي وهم راح يعطينا 2 سكند ماسنجر مو واحد. اول سكند ماسنجر اول سكند ماسنجر اللي هو اينوسايتول 1.45 تراي فوسفيت، اللي هو اختصار اي ان اس بي 3، او داي اسيل جليسرول اللي هو دي اي جي. هذني اثنيناتن سكند ماسنجر اجى من البي اي بي 2. زين، البي اي بي 2 منين اجى؟ اجى من الفوسفولايبيز سي بعد عمليه الهيدروليسيس. هيدروليسيس المن للماينر بلازما ممبرين فوسفوليبيد. زين، الاي ان اس بي 3 اكزيرت اس افكت باي انتراكتنج وذ سبيسيفيك انتراسيلولار ريسبتورز. هاي شنو فائده الاي ان اس بي 3؟ يتفاعل ويا هذا ريسبتورات معينه وين؟ بالاندوبلازميك ريتيكولم، تو الاو حتى يسمح للكالسيوم سي اي 2 يخرج ليف ذا لومن اوف ذا اي ار، يطلع من الاندوبلازميك ريتيكولم اند انتر ذا سايتوبلازم، حتى يسمح لنا انه يطلع الكالسيوم من الاي ار اندوبلازميك ريتيكولم ويدخل بالسايتوبلازم. هاي فائده الاي ان اس بي 3. الدي اي جي اللي هو داي اسيل جليسرول also interact with a family of protein kinase. بروتين كاينيز سي اس which are activated by this second messenger. ها هسه الاي ان اس بي 3 عرفنا شنو شغلته. بساعة شنو قلنا؟ قلنا السكند ماسنجر السايكليك اي ام بي راح يتفاعل ويا من؟ ويا بروتين كاينيز، ها؟ اللي هو اسمه بي كي اي، وراح نوب بعدين تصير عمليات. الدي اي جي نفس الشيء راح يتفاعل ويا بروتين كاينيز، هالمرة اسمه سي اس، اللي الدي اي جي يتفاعل ويا السي اس، والنوب بعدين هذا من يتفاعل وياه ويرتبط وياه راح يصير عندنا عمليات هواي. اوكي؟ تستمر بعدها عمليات. نجي هسه انتراسيلولار. العفو تصير تعيد ال دي اي جي. دي اي جي دي اي جي استوى مخذين سايكل كي ام بي، هذا سايكل كي ام بي هنا شوي، هذا بي كي اي، هذا سايكل كي ام بي راح يرتبط ويا البي كي اي الشرطه. اوكي، من بعدها من يرتبط وياه راح يصير عده عمليات ونوبة يصير ريسبونس، يصير فوسفوريليشن ويصير ريسبونس. اوكي، هذا سكند ماسنجر اللي هو سي اي ام بي سايكليك اي ام بي. الدي اي جي شنو فرقه؟ فرق الدي اي جي عنه راح يرتبط ويا سي اس، سي اس سمول هم بروتين كاينيز. اوكي، راح يرتبط وياه وهم انا بعدين تصير عمليات هواي. اي شكرا، واضح. زين، هاي هنا انترا سيلولار اكسترا سيلولار. هذا البي اي بي 2 شوفوا، شوف اجى منين؟ اجى هنا ويل في هذا فوسفولايبيز سي ارتبط، من راح يرتبط ايش راح يصير؟ طلع لنا الاي بي 3، اي بي 3 الاي بي 3 ها نفسه هو هذا اي ان اس بي 3 نفسه اختصار، يعني يا اما تسمي اي ان اس بي 3 يا اما تسمي اي بي 3 قبل. اوكي زين، اجى الاي بي 3 اوكي من ما بعدين، يعني اجى من البي هذا اجى من البي اي بي 2 مو تمام، صار عندنا اي بي 3. اي بي 3 ايش راح يسوي؟ راح يسوي يجيب الكالسيوم ويدخله للسيتوبلازم مثل ما موجود بالصوره. زين، ما صار، ما ردنا اي بي 3 ما ردنا، ايش راح يصير؟ شو يطلع لنا البي اي هذا؟ شو يطلع؟ يطلع لنا دي اي جي، والدي اي جي ايش راح يرتبط؟ راح يرتبط ويا بروتين كاينيز سي
راح يرتبط ويا السي، وبعدها انه بصير فوسفوريليشن وصير عمليات داخل الخلية، يا اما هسه قلنا البي اي بي 2، يا اما يطلع اي بي 3، يا اما يطلع دي اي جي. واضح؟ وكل وحدة ولها عمليات. واضح؟ وإذا تفهمون هاي يعني تفهمون أغلب الموضوع. شنو؟ أوكي. زين. Large number of G protein coupled receptor can activate this pathway. ها. هسه هذا الباثوي ها اللي جاي يصير استوى مع البي اي بي 2 ويعطينا اي بي 3 ويعطينا دي اي جي، يقول لك هواي جي بروتين كبر ريسبتورز تقدر تطلع لنا نفس النتيجه. زين، مثلا يا هو منهن مثلا اسيتال كولين عن طريق الام 1 والام 3 موسكارينيك ريسبتورز، موسكارين كولين ريسبتورز ممكن يعطينا نفس النتيجه. الهستامين عن طريق ال H1 receptors نفس النتيجة مال هذا القبلة، ستايد القبلة خذينا. نور أدرينالين عن طريق واحد أدرينو receptors، سيروتونين عن طريق 5 H2 receptors، فوسفولايبيز سي activation is mediated by a distinct family of G protein collectively termed GQ. هسه هاي مالكم، هاي اللي هنا مالكم شغل بها، هذا الفوق هسه هذا تابع هنا، هذا الفوق كله، هاي النقطة جوا آخر وحدة هاي بحثة، هيك معلومة غير بحث. يقول لك فوسفولايبيز سي activation is mediated by a distinct family، يعني ممكن الفوسفولايبيز شلون يصير بي activation عن طريق مجموعة من الجي بروتينز كلهن هذني اللي يفعل الفوسفولايبيز سي اللي يسوي الاكتيفيشن يسمونهن جي كيو، جي كيو يسمونهن. اوكي زين، this signaling pathway اللي هو كنا نحكي عليه نفسه مال اي بي هذا بي اي بي 2 والاي بي 3 والدي اي جي، this signaling pathway is responsible for an array of important response including vascular، ها شنو فايدته هسه؟ vascular جي اي تراكت airway smooth muscle contraction mast cell degranulation وبليتلت هذا بليتلت aggregation. اوكي هاي كلهن هذني الفعالية العمليات كلهن نستفاد، يعني هذاك ال دي اي جي يسويه والبي اي الاي بي 3 اوكي نتيجتها انه يسوي لنا هاي العمليات كلهن هذني من هنا من هاي هاي او ما جاي اشر هاي ذلي. زين signal amplification is a key feature of many cell signaling pathway. Amplification يعني تكبير، تكبير الإشارة. أوكي؟ أريد أكبر إشارة. يعني مو أكبر حرفياً، بس شنو؟ أريد مثلاً أريد إشارة يصير بها effect. أوكي؟ يصير بها تأثير. Signal. For example, a few molecules of adrenaline binding to cell surface B adrenoreceptor may cause a relative massive cellular response. اوكي يعني يقول لك مثلا مجموعه من الادرينالين ها ترتبط على سطح البي ادرينو ريسبتورز، نوع من الريسبتورات هذا بي ادرينو ريسبتور ارتبط بي ادرينالين may cause a relative massive cellular response، ممكن تفعل لنا ريسبونس استجابه معينه. ذا بي ادرينو ريسبتورز ها بعدين ايش راح يصير؟ راح يصير جي اس بروتين. جي اس يعني شنو؟ يعني خلص شغلها، خلص الاكتيفيشن. ورا ما تخلص من الاكتيفيشن ايش راح تسوي لي؟ مثل ما قلنا ببداية المحاضرة، هذا شلون يتفعل الادينالين سايكليز بالجي اس؟ الادينالين سايكليز يتفعل بالجي اس. اوكي؟ ويصير بي انهيبيشن بالجي اي. فهسه جي اس بروتين فعل لنا الادينالين سايكليز. هذا الادينالين سايكليز بارت اوف ذا كاسكيد كوز ريليتيف little amplification. هذا من يجي الادرينالين سايكليز راح يحفز الاشاره شوي، راح يحفزها ويكبرها، راح يصير بيها افكت. زين للاخير ايش راح يسوي لنا الادرينالين سايكليز؟ راح يسوي لنا سايكليك اي ام بي. اوكي راح يعطينا سايكليك اي ام بي ليشرت which then activate the enzyme
بي كي اي اللي هو هذا البي كي ام، ويرتبط بالبي كي اي ويفعله. يعني هسه هنا صار عندنا امبليفيكيشن، تكبير، مو تكبير حرفيا معناها كلمة تكبير، بس صار عندنا افكت. اوكي، هيك يصير افكت بالخلية، يعني يرتبط ادرينالين، تصير جي بروتين، وهاي العمليات تنفصل الالفا والبيتا والجاما ينفصلن، ها، وبعدين راح يصير عندنا ادرينالين سايكليز. الادرينالين سايكليز ايش راح يفعل؟ راح يفعل سايكل كي ام بي. السايكل كي ام بي يرتبط ويا البي كي اي ويفعله، والنوب الاثنيناتهم راح يصير النوب يسوون فوسفوريليشن داخل الخلية، والنوب يصير عندنا ريسبونس. هاي العملية إذا حفظتوها فهمتوا الموضوع كله. هاي المحاضرتين نجي نشرحها، واضح؟ لو أعيدها. لا واضح، شكرا. العفو. زين. Example of signaling pathways in action. واحد، ها هسه بدينا بالاكزامبل بالسيجنالينج باث واي، يعني شو راح الامثله او شلون تفيدنا بالطب. انوتروبي ان ذا هارت، انوتروبي يعني شنو؟ بس نشوف. انوتروبي يعني زياده دقات القلب، اوكي، او زياده قوه الدقه، تمام، دقه مال القلب. Both blood-borne adrenaline and sympathetically release noradrenaline. يعني اثنيناتهم، يا اما ادرينالين من الدم او من السمباثيتك نيرفس سيستم يفرز نور ادرينالين، كان انتراكت وذ، ممكن تتفاعل ويا ويل فنتريكولر بي واحد ادرينال ريسبتورز، والفنتريكل بي بي هذا بي واحد ادرينال ريسبتورز موجود بي، فهذين الاثنيناتهم ممكن يرتبطن بي. شو يسوون؟ تو انكريز ذا فورس اوف كونتراكشن زائد موجب في اي، يعني راح يعطينا زيادة ان انوتروبي معناها. هذا اذا تقرونه شوي بالورك بوك موضح اكثر بعد، تمام، يعني بس هذا الموضوع. زين، يعني هو الملخص من عندك اللي يقول لك انه اذا ارتبط الادرينالين ويا النور ادرينالين ممكن يزيد الفورس اوف كونتراكشن، يزيد اصلا هو يزيد الفورس اوف كونتراكشن، بس يرتبط يا من يرتبط ويا الفنتريكولار بي 1 ادرينال ريسبتور. زين، الاكزامبل الثاني، هو الثاني ما حاطي قبل بالثالث طافرين، والله الثاني وين؟ اي ماكو ثاني، حاط طافرين قبل الثالث، فتم بالورك بوك احسن تشوفون. زين، موديوليشن اوف نيورو ترانسميتر ريليز. زين، ان بوث the central nervous system and peripheral nervous system, neurotransmitter release, يعني شلون ينفرز neurotransmitter, is often modulated by presynaptic G protein cover receptor. هذا هنا presynaptic، خذيتوها presynaptic synaptic هاي السؤال. زين، يقول لك هذا الـ neurotransmitter اللي ينفرز، ها، ممكن يتعدل عن طريق الجي بروتين موجود بالبري سينابتي. يعني هو هذا النيورو ترانسميتر اللي انفرز من الاعصاب، هذا اكيد سيجنال. زين، مو راح يروح الجي بروتين كابل ريسبتر؟ زين، اكو جي بروتين كابل ريسبتر بري سينابتك، بري سينابتك، لا سينابتك ولا بوست، موجود بري سينابتك مكانه. فاجاله هذا النيورو ترانسميتر، ايش راح يسوي له هذا الجي بروتين؟ راح يسوي له تعديل، يسوي له موديفيكيشن، ولو بيخليه يعبر هيك. واضح؟ واضح، شكرا. زين، هنا مثال عليه، مثلا جي بيتا جاما سب يونت، ها، اثنيناتهم inhibit specific type of voltage operated calcium channels اللي هي VOCCS, reducing calcium موجب 2 influx and neurotransmitter release. هاي طبعا شرح كلش طويل، يعني مو كلش طويل، بس مو مال هاي، يعني سطرين بس، فيجيكم بالورك بوك هي اوضح، فلازم تقرونها بالورك بوك. هو يقول لك انه شنو هنا؟ جي بس البيتا والجاما، ها، شو تسوي؟ هاي inhibit specific type of
هذا قنوات، يعني تسوي انهبيشن لبعض القنوات مال الكالسيوم، اوكي، تقلل دخوله للخليه، وبعدين راح يصير عندنا افراز النيورو ترانسميتر. بس مثل ما قلت تقرونها بالورك بوك تعيدونها، يعني افضل افضل لكم. وهو وهاي ثانك يو، لو ما طلعت ثانك يو انا خليها تطلع عشان طلعت. عندكم سؤال شيء؟ لا لا شكرا، ما ادري اذا بعد ما عندهم سؤال او لا. يعني هاي المحاضرة واضحة؟ هي واضحة بس يعني تحتاجها بعد قراءة عشان نعرف اكثر، اي لان هو تخربطت علينا السوالف هذني كلهم. صارت روسي كل ريسبتورات في اي بي من اي بي كلين. ريسبتورات، اي عادي يعني مو شاء الله فتشي صعبة. هسه بس تقرونها مرة واحدة راح تفهمونها. وهذا جي بروتين كبر ريسبتر، يعني بس اذا تريدون تفهمون شلون يتحرك له هاي، بس كتبوه، هو كتبوا جي بروتين كبر ريسبتر، راح اوكي يراويكم فيديو هو شلون ينفصل شلون يركبون، يعني كل السهل تصير. شكرا جزيلا. تمام، هسه اذا اطفي. شكرا جزيلا، شكرا كلش، والله شكرا جزيلا، حضرت قليل، عادي ما يخالف، هو الفيديو موجود. العفو طبعا. هسه اذا اسد المكالمة الفيديو ينحذف لو شنو هذا التسجيل؟ هو أنا أحمد غلطان، مو كان أسجل، لازم أوقف التسجيل. خلنا اراسله بس، انتم مخذوا راحتكم لا تنطلون.